بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فصل في ترتيب القراءة. قراءة القرآن كلا أخرناه سيد الله كلا هرمرناه ترتيبك وعن سيئك له الريان الله وضع أي فصل كاسي صنفك نوبده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف. علماء وحي رهدين ذاتك أهل العلم قاها أيها وكهد لا ترتيب القراءة. قراءة سيد القرآن كأخرين تيسا لوك الحرم رين أيوه. الاختيار سيد الله الدورتي وحوي أن يقرأ إنو أخري قفك قارئ أها إنو أخري قرآنك على ترتيب المصحف. مصحف كقابك وقلت الله أكل حرمر سنتاي إنه هو أخريه كتابك القرآن كسيدة وقلت الله إنه هو أخريه. فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران. فيقرأ وحو أخرنا يا قفك قارئ أها الفاتحة فاتحة ذي بو أخرنا يا سورة الفاتحة مصحف كأيضا أخر ريسه مركو ربين القرآن كسواب بلابه سورة الفاتحة كسوة بلابية. ثم مركو فاتحة ذا لما أيوه البقرة سورة البقرة. سورة البقرة أيوه كوحي جنة لأن أيضاً حق ترتيبك مصحفك كوحيكتو. ثم آل عمران سورة آل عمران أيوه هدنا كوحي جنة يا سيدة أكله الرئيين. ثم ما بعدها أيوه يكدم بيهي على الترتيب سيدة أكله الرئيان أوه ذاية إلى برب الناس لا يقار سورة الناس لا يقار سيدة أيها سيدة مختار كأهل الدورتي سداس المصنف كلية رحمه الله تعالى. وسواء وحاسما أو إك قرأ في الصلاة قفك قارئ أها وقرآن كأخرني في الصلاة صلاة نحن يذك أخريا أو في غيرها أما صلاة يعني صلاة وحان أهين كو أخريا با واسمنتها صلاة نحن يذك وقرآن كو أخرني أما أصغر صلاة كو جرين بو أخرني لما قرب ترتيب كاسا لقربا سيدي أكله الرئيين إنه أخريه. حتى قال بعض أصحابنا إمام النووي وحولي رحمه الله حتى قال بعض أصحابنا إلى أصحاب تيادو قار كميدة أي رهدين وعلماء الشوافع دوية إلى أي رهدان إذا قرأ هديه وأخريه قفك قارئ أها في الركعة الأولى ركعة هو الرئيس هديه كو أخريه سورة قل أعوذ برب الناس وسورة دي أقدم بيسيوي مصحفك يعني ماشي أقدم بيسيوي سورة الناس هدي أو أخريه. يقرأ في الثانية ركعة الله بعد حكو أخرنا يا بعد الفاتحة مركو فاتحة أخرية دبذيت من البقرة يعني وحويان سورة البقرة إنو كبلاه رانك أقول لما يسامها مركو سوى ديو برب الناس جي مركو برب الناس أخرية هدو صلاة أما صلاة تكني سورة الناس ركعة هركو أخرية ركعة لباد بو أكعي مركو ركعة لباد أو يستاقو وحال رأو فاتحة أو أخرية ما هينو قل عوذ برب الفلق سورة لك أو أخرية سيدة مختار كأهل الدورتي وينو سورة البقرة بلابا لأن قرآن كواسوا بلابنا يهل كاسو كسوا بلابنا يذا كحك تويا. قال بعض أصحابنا إمام النووي وحولي أصحاب تيذا قار كمذه أي وحي رهدين ويستحب وحال السنية إذا قرأ سورة هدو سورة أخرية أن يقرأ إنو أخرية بعدها سورة دا أو أخرية دبذين التي تليها مد اللحر يرتئن أخرية. والدليل هذا أرمتاس دليل ككتوس ينا وحويان أن ترتيب المصحف قرآن ككتاب كقرآن كأسد أكله هرية ترتيب كلو سمي إنما جعل هكذا سدا أيا لغي يلي إيسكو حيغان أيا سيدا لغا يالي محال لغا يالي لحكمة حكمة درتيد بانا سيدا لغا يالي. مثلا مركا أديق مارتي سلاة أتوكان إيسو مركا فاتحة دي آخري سي ياد واحد آخري سي مثلا سورة الملك تبارك وكلاد آخري سي مركا ركعة اللبات هدا تاكو آخري سي ركعة اللبات وحال غار ربا إنادكو آخري سو سورة القلم أو كحكتي والتي تليها الأساس وجهي إذا إنا كحجسو نون والقلم إنا كحجسا لغاربا
إيناد بودو مدكال آدو والحاق إي وحكسي هرية أما وحكا كرية أتي آدو وصورة التحريم إي آد آدو وحولي يهي مختار كان معها سيدا سيدا لدورتي معها ويه دليل كان وحاتو سيو قرآن كمصحف كا سيدا اللوغو ترتيبيي أيابا دليل حكمة درتيد بان الله يلي حدا بقرآن كترتيب انتيسة سيدا أكل هرية لو ترتيبيو مشاي التوقيفي أهو النبي قال لك كل ميبا مسوى اجتهاد صحابة اجتهادين علماء لبعض أسبوع الشيغان ووحي ليهين قار وحويه وترتيبك وشيء توقيفي يؤو نبي أمر الجري سيدا مثلا حديثك إمام أحمد في مسنده أكورنا حديث عثمان ابن أبي العاص وحو نبي يربو يري جبريل بائي مد أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية جبريل أي مد مركز وحو إفري سورة دان آية دان أن أخريي إن الميل هبلي له ومثلا آية كجرت في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية مركز سورة دكت إن ماشى أي تالل لديه جبريل بأي أمره النبي عليه الصلاة والسلام مركز سيدا سهل كاسا يلي وحيلي مركز وحوي وتوقيفي والنبي أيا لقلك كل ميو لما بدلي كاره علماء قالوا حيلي ميو اجتهاد صحابة ذي أهيد صحابة كو اجتهاد مركو النبي قد انتده بذيد قرآن كبال لأروريي سيدا سي مركو كو اجتهادين لكن اني توقيف التهي اي علماء قار بذن اي رجحان ويان وحويري فينبغي وحا هبون ان يحافظ الا الاليو عليها ترتيب كاس او مصحف كوركي ذا اي الا الاليو سيدا اي قرآن كو اقوتي ميت مصحف كسو اقوي ميت اي اوكال هريان الا الاليو الا ما ورد الشرع باستثنائه إلا وحي شرعي وأكوي مد أكسو أروري أيضا لقرب استثناء لقصمين لقرب يموي وحي شرعي وكربه وسكة النبي قال أس أمارتي يعني أو أخرنا يلا أركي أما أو أمري تاكو مجر تبي لين تاسع لقصو استثناء يلا قرب يموي وحو يري مركة دور أرمض بنوكيني وحي على استثناءات كأهو لقصو الربي ترتيب كاس حوغا لخلاف كرو ووحي النبي قال لقى أركي كصلاة الصبح بويري صلاة الصبح أهو يوم الجمعة ما أنت جمعة أه صلاة الصبح قراءة لغو أخرنا يؤو كليا تاسو كلي يقرأ وحو أخرنا يا في الأولى ركعة هوري سورة السجدة ألف لاميم السجدة أيو كو أخرنا يا سورة سومالة الجرس أي دهان أي لغو أخريا وفي الثانية وفي الركعة الثانية ركعة لبادنا وحو كو أخرنا يا قفك مسلقاها هل أتى على الإنسان هل أتى على الإنسان أي سورة الدهر أيوكو أخرنا يا أما سورة الإنسان وحي أترى هذا أيوكو أخرنا يا ويان مركا حديث كاس إمام البخاري إمام مسلم أي سو ساري صحابي قوريان وأبو هريرة ويان مركا تال لبا سورة اسكو حكتا معا سورة السجدة ودو جهدانو يعني سورة الأحزاب كو حكتا ككو الرئيسة سو معها سورة دان سورة وحكو جرتا جسكي قدام ايه او جسكي لباد او جس تبارك اي تنكو جرتا او سورة الانسان اما سورة الدهر اللي يره ذالتا على الانسان سورة جسكا سكو جرتا دور جزا او نحيسو سبب تواما حي النبي قال لك كل ما عليه الصلاة والسلام وصدا امرئين لغو اخريو وحلم اذا وصلاة العيد وكصلاة العيد صلاة عيد او كليتو عيدها النبي محوكو تكنجري في الاولى في الركعة الاولى ركعه هوري ما دام الله برك عايه هي وعو كو اخرين جيره قاف سوره القاف وكو اخرين جيره قاف والقران المجيد ايو كو اخري جيره وفي ثانيه ركعه لبادنا وحوي انه كو اخري با الربا قف مصلي اها اقتربت الساعه اقتربت الساعه وانشق القمر صور بدن او دخيس لبا صور اسو خيقت ما ان كسي اي مارتي اي حق هوس جوزسك اي كخيقته او اي مفصل اي كودا مديين حدنا قاف وحاود حي الذاريات هي ماركتي وحاود حيه سورة الطور سورة النجم انت سوى بمبا اود حيس سورة تاسا اود حيس ويان تاسنا يعني وحا ويان النبي عليه الصلاة والسلام سداسو كو اخرين جي رأسقنا النبي قال لك كل مي كالاخر مرين تاس لما سور اسكو حكت اوسان اخرينين حديث كاسن امام مسلم يا اصحاب السنن ايقنا وعيسو سارين ويان وركعتي سنة الفجر وركعتي سنة الفجر صلاة الصبح وفجر كأه لبدا ركعو كهر ريسنا وحكو أخرنا يا في الأولى ركعة ظهر
رجع ظهر قل يا أيها الكافرون أيه كو أخرين جل النبي جنا قفك قاري أنا إنه قفك تكنا يصلي جنا إنه كو أخرين اللي قدوني وفي ثانية رجع هذا الله بعدنا قل هو الله أحد أيه اسمه كو أخرين يا حديث كاس الإمام مسلم أيه في صحيح كسر صاري مرك الله بعد رجع في صلاة فجر كسر الكهر رئيسه سنة النبي وحوية رجع ظهر إنه مارت قل يا أيها الكافرون كو أخرين رجع هذا دمنا قل هو الله أحد حدنا الله بس كحكت معه صور الله ودحيه مركوا وحي على استثناءاتك أي كم التولى قريبا ويا وحالما إذا يري وكركعات الوتري وتري صلاة الوتري قاهي رقعوين كيسي اللي تكن جري سدح رقعوه اللقص وختم أيو يعني أيقنا في الأولى ركعة ظهر وحكو أخرين أيه سبح اسم ربك الأعلى صورة سبح اسم ربك الأعلى أيو كو أخرين جري أما قفك مسلقة أنو كو أخرين لدونيا وفي الثانية وفي الرقعة الثانية رقعة لبعضنا إنه كو أخري وحال الربا قل يا أيها الكافرون أيه كو أخرنا يا وفي الثالثة رقعة وقد بيسنا قل هو الله أحد سورة سو كو أخرنا يا إيه والمعوذتين لبعض المعوذتين كلي راهدو وقل عذب رب الفلق وقل عذب رب الناس ويا لبعض أس أيه كو أخرنا يا رقعة وقد بيس سد حذاس أسكو دريكرا قل هو الله برب الفلق برب الناس أيسكو درايا هذا الرب قل هو الله كوكاب سنايا قل هو الله كليا أي كوكاب سن كراويا مركا حديث كان دم أثر كان إمام أحمد النسائي أي حديث كان دمنا صوصا ريويا مركا وحيالها اللقاء صوريبو اللقاء استثنوضو أي كم انتهي وحي شرعي قو صوريبي واللقاء ريلي كرا هذانا وح استثناءات أو شرعي وسوقي آل لحيني سيدا مصحفك وويمي أيات كو آخرين يسارك عظهر تنكو حكتا يعني سورة دكو بعد مركة آخر سو سورة دكو حكتا بعد مارترك عظ الله بعدنا كو آخر سنة يساوية ولو خالف الموالات هدي أو خلافه حريرنتي موالاتك وحوية قرآن كو سل حريره سورة دا آخر سو سورة دكو حكتا أتكو حكت جيسو هدي أو خلافه قفكي أو فقرأ أو آخريه سورة سورة بو آخريه سورة بو آخرنايا سورة داسو لا تلي الأولى مدي هو الرئيسي أنا لحريرين مد لحريرت أنا نهين سيدة هذا المثالين أيوك له سورة الملك بو أخري تبارك بو أخري مثلا ملكو تبارك أخري أيو وحو أخري انتو سورة القلم كبوذي بو سورة الحاق أخري مثلا سورة الحاق بو أخري ملكاسو كلا سيدة أو سمايو أو أمس خالف الترتيب ترتيب كيبو بخلافي با قال هرمرنتي أيو خلافي فقرأ مركا سوحو أخري سورة سورة ثم مركا سورة دا أخري دبدي يو قرأ وحو أخري سورة سورة وقبلها أي ذكوه الرئيسي ومثلا سورة الملك بو أخري تبارك الذي بيدي الملك بو أخري مركا سوحو أخري سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرمه أيو أخري سورة ذكوه الرئيسي بو أخري حدو صدا يلبو جازوا بنانتا بس كبرنا أنتها سيدا هذا خلافه لب ملا حبولي فقد جاءت وحاتمي بذلك أرنتا كالهور مرنتا أو أن ترتيب كي سيدا يهلوغو سعونيني كالهور مرنتي إل إسراف دافي إسوي دارنتاسي آثار باكوتمد آثار أو كثيرة فربضان باكوتمد وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب أي وحو أخري الله كراد النغذيه فالركعة الأولى ركعة هراء من الصبح صلاة الصبح كمد أيو بالكهف كو أخري سورة الكهف أيو ركعة هراء كو أخري وفي الثانية ركعة لبعض فجر كمد أهنا صلاة الصبح بيوسف بسورة يوسف سورة يوسف كو أخري سورة يوسف كهف يا حق سورة البقرة يا حقه سورة يوسف حقته أيضا إنه هر مريبا أحيد ثم أو كهف أخري سماهن حد سورة الكهف يقوم بالآبي ثم وحو الله بتسورة يوسف مركو غعي بنان تهيبوا لي وقد كريها جماعة كوح جماعة أيام نعي مخالفة الترتيب المصحفي مصحفك قرآنك سيدة أو أقرية هي أكله الريان سورتا خلافة وذل خلافة جماعة علماء كم إذا باكره ستي أو نعضي وكرهك تلمامتوي روى ابن أبي داود ابن أبي داود باوحو وريي عن الحسن وحسن البصري ويان أيوح كوري أنه كان حسن البصري وحوها يكره مدنعه أن يقرأ القرآن قرآنك إن لا أخريه مكره سنجري
إلا على تأليفه يعني سد أو أؤلفين يهي يسوع أصعده في المصحف المصحف هو أؤلفين يهي إنه هو أخري مويه سكر إنه أخري أيوة نعيوية مركا نصدر قارئ وإذي قريان أنه كان يكره أن يقرأ القرآن أن يقرأ هذا ترى في علك مسمى أكدكته كيو هذا مجهول ما كدكنا أن يقرأ أبانه إلا أخري وهذه كرتا وأنه كان يكره حكره سنجري أن يقرأ القرآن قرآن كإنه أخري أسغى إلا على أمر قارئ إنه أخري إلا على تأليفه في المصحف مصحف كسيد أبو ألفين الله قري مويه سكر إنه أخري أي ديدا لأن فعلك مرد مسمى الذي يراد محيد يجري نحاد وقرنسا يعني ما صح مسمى صح مجهولا بين يجري وحي مسمى كأنصح فعلك هذا مسمى يعي أو مبني للفاعل مغضو مجهول ولا غير يكره مغير صيغة أما مارت مبني للمفعول ولا غير يكره وبإسناده سنة كيسوى ابن أبي داود كوري بإسناده ضمير ابن أبي داود أنو علنينا الصحيح أو سنة كيسعيح أهابو كوري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله كراد المغضي صحابي أبو كوري أنه قيل له إن لو يري ولو يدي إن فلان ننكف الهبل اللي يرى هذا يقرأ القرآن قرآن كبو أخريا منكوسا نسوى دب قدسا قرآن كو دب قدسا بو أخرنا واتي هذا عن سومر إيناي قرآن كبو مركو سورة دان أخري سورة الكهف أو كلا أي سورة يوسف أو كلا آذية أما سورة كوريسو مارتي راذية دب قدب بو أخرنا عبد الله مسعود مركا فقال وحويري ذلك منكوس القلب كان سيدا قرآن كو أخري ومن قلب يوسف دب قدسية ومن قلب يوسف والروية من هذا أرد القرآن كورنا كأخرنا كأنه يعني صورت صورته أخرية صورتي ككرية أخرنا ياهي ومد قلب يسوع فور ربوير هذا الكاس علماء ذو جواب ما دام عمر بن الخطاب نأكسبنا هذا أثر كاس ولبا أثر كابن مارتي عمر بن الخطاب نوحورنا يه عبد الرزاق يا في مصنفه كسو صاري كان سدوك عبد الرزاق بعد سدوك له سجنا يعني سو صاري أثر كان لكن وحل له هذا واجتهاد كيسوويا وحسك جعل ابن مسعود سيدا نمت كوكس عضه إنه كوكس عضه وإلا حديثك أن حالي درس إنه كوكس عمرني ودكتهين إنه نبي أنت سورة البقرة فرفرتي حدنا سورة النساء وأخريي دم ذيتنا سورة العمران إنه أصول النقضي نبي إنه كسبنا عليه الصلاة والسلام مركوا اجتهاد ابن مسعود بالي له هذا الكار أيو ديدا يا إن مارك قرآنك نمت مسعب كوكس عضه نمت أنا حين إنه هو أخريي وديدا يوم وأما قراءة سورة سورة أخرين تيدي سورة القرآن كأخرين تيدي من آخرها كذال لقصوا بلاب إلى أولها دمات كذا لقجاره إلا آخرها فممنوع مثل الريب وهي منع الريب أو متأكدا ريب آدي آد متأكدة أيال الريب وهي محايلي فإنه أخرين تادر قد القرآن كالله آخرياه يذهب وحود تبين يا أترتر يا بعض الضروب الإعجازي قرآن كمعجز نمديسي نوعية ذي أولها ضروب بمعنى أنواعوي نوعية ذي سي قهر كمذا أيو ترتر ياوي ويزيل وحو نزولين يا حكمة ترتيب الآيات آياته سيدة يوكال حريان اسو وحي حيان حكمة ذي الاسو وحي جي أيو زولين يا ترتر ياوي مركز ورد سيدة الله آخرنا مثلا حتى سورة البقرة كسو بلو سومالي قاري كشيغان دك القران كو خيديي او ان قرانك معنيس غرانين لكن حفظ سنكليا او وحان انو صح يحي با انو خلدي انا كلا غرانين وي سميان بالينا مثلا و حسمين يا والله بقف اسحجينس واسبعين انا اليهن هذا قرانك تقان مركاسو سوره البقره دمات كيدي ايو قادنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ايو بلابيا مركو دمهيا كي كلو خو قادنا يا امن الرسول بما انزل اليه من ربه كي كلا كسي حيق لله ما في السماوات كي كسي حيق وإن كنتم على سفر كي كسي حيق يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم ساس ويدس لو أخري معنى يردم إعجاز لماذا يردم بترتري ساس وكلا بسمين مركا كاس وكلا لما أقول وممنوع وي إنا سورة آخر كذا حتى مضلع الفجر انتكب بلوذنا سورة إنا أنزلنا أي إنا أنزلنا كو قيسو لما أقول وي وقد روى وحوري ابن أبي داود عبد الله بن سليمان ابن الأشعث أي وحوري عن إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي أرى ترجمة ذو وصوة مرمي إبراهيم النخعي وحكوري
إبراهيم كالإمام إمام كأها إمام كالتابعي التابعي كأها إمام كالجليل وينا أيو حكوري إيه والإمام مالك إمام مالك وحكوري مالك ابن أنس أها أنهما إبراهيم النخعي إمام مالك لبضوا كره ذلك أرنت إن النعين قرآن كأو قذال قذال لا أخري كراها سلف كأن مرك كراها ده بمعنى تحريم أنت بدن استعمال جريم حرام نما استعمال جريم أنت بدن وأن مالك مالك ابن أنسنا إمام مالكنا وحو كان وحو أها يعيبه من عبايه قف كسر القرآن كده بجد جو أخريه وعبين جري ويقول مركاس أورنجري هذا عظيم وأرن وين أمل كدع وين وين ذن بئات وين وين القرآن كده القدر له أخريا كره هذا ذولي وين تاويا وأما تعليم الصبيان المها يرير كآه بريتان كود القرآن كلا بره من آخر المصحف مصحف ك مشي صدام بئ وقدر برب الناس رقصوا بلا إلى أوله إلى بسورة البقرة لوجي وسنا القرآن كبر الناس وما هذا مانتين برب الناس الله قصوا بلا با إلى سورة البقرة لجيار فحسن أرنت سوى ونكسن تهيبير عيب ملا محير المير القرآن كنه برتال غربا مركبوع اللي وحيري ولبا معها ليس من هذا الباب باب كان أي علماء كره سدينا كمد معها باب كان علماء أي نعين وكرهي رهدين مد كمد معها ويا محير فإن ذلك أرنتاس يعني أو قرآن ك سورته سنت لا قبل لا سورة البقرة إلما سيدا لغو براهي وحويان وقراءات قراءوي رويان متفاصلة كلا بحبحسا ولب في أيام متعددة ما المكلة تكتكسنا نحن إذا أهاتي ويان ما هم قرآن لترور حين أساس الله وذي وحوي قرآن متفاصلة يعني إلما هيركا سورة دان بالبرية وصوحف ذنية لبدا سورة بالبرية وصحف ذنية ما الم كل دوران الله دجايا هل مجلسه كو آخرنا يوم وقذار أنتو كبلا بس أوضه معناه يدو ما أهويا مع ما فيه أيده وح كجرا أيده للقبه أو مح كجرا نحن ذكر سجن من تسهيل الحفظ عليهم سهلنان أي فضضاته الحفظ حفظن عليهم المي القرآن كل حفظ سيو أي كج لجرته أي تاسنا فإذا تاسنا ولجرته حيال القرآن كسورة يرك إنه قفك حفظيه وحويا ويسهل انتهي وحي كسهل انت سورة بير إنه قفك الله قصوا بلابه وقفك وكو عاجزه ملكو سورة داير رمي متكلا رمي متكلا رميه نشاط ما قفك قلي لا كر أسعوني ويا والله أعلم الفصل في تفضيل القراءة في المصحف قرآن كأخرين تيسي مصحف كاللقاء أخريه فضل إيلاه ذهي أي فصل كانوا ديه فضل أجر كإله ذا هيبو كاحد ليا فضيلة ذي ذا وحشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى قراءة القرآن قرآن كأخر تيسي في المصحف المصحف كاللقاء أخري كتاب كاللقاء أخريه هي أفضل فضل بذن من القراءة أخر كالأخريه على ظهر القلب كر لقاء أخريه هذا قلبي كحب دي سننا كر كأخرسه إينا مصحف التسوق قادة تأت كأخرسه وحافظ لبذن يعني إنا مصحف القرآن كآخر سبوه حتى أذيع حفظ سلاوه دارته سببته اللي يوحيري لأن النظر في رضا أو في المصحف في مصحف القرآن كآت في رسو أيابا وحوي هي عبادة مطلوبة عبادة لا طلب يبا أيضا أهبويا القرآن كلفتي سفير رضا سابق أجر قولي أتكي ليس عبادة مركا القرآن كقرآن كسفير ميسو مركا قفكي محاء كل مي فتجتمع وحا كل ميسو القراءة إي والنظر قراءة وآخرين لي وأجر أكهل لها حتى هدو كرك آخرين لها إيا سوق في رضي قرآن كي آخرين لي كتاب كي في رمي لبداس بأجر بكهل ياوي هكذا قاله سداس أيو يري القاضي حسين قاضي حسين أي هذا الكاير من أصحابنا من أصحاب الشافعي إمام الشافعي أصحاب تيسي كمدها يعني علماء الشوافع ذا كمدها ويا علماء الشوافع ذو كمدها يعني قاضي حسين أيو عام كيه اللوي قانا وحال هذا الحسين ابن محمد ابن أحمد المروروذي بالي هذا مروروذا مقال لي هذا أيو كبنتي سلاسة مركة أسيقا مروروذي لو قلنا سبيا ويا وفق هذه شوافع ذا فقيه كم ذو أها قاضي حسين بون عان كوية هاي أفر بقول إيه لبي اللحذن كي هجرة النبي مركة إيه هاي أيو دنتي ويا مركة قاضي حسين باسد هذا الكاير وحكى له لقبه يري أبو حامد الغزالي أبو حامد الغزالي
أي أسجن هذا الكاير هرت بجمس وأصل مرني إيه وجماعات من السلفي كوحسلف كي كم إذا سداس كوت جيمويا. ونقل الغزالي إمام الغزالي وحسو جوريي أصل نقليي صارري في الإحياء كتاب كسيحياء علوم الدين أي وحك صارري أن كثيرا أن كثيرين إن بذن ومن الصحابة صحابتي كم إذا رضي الله عنهم إلى يكراد النقضي كانوا وحي أهيين يقرؤون في المصحف إن بذن صحابة النبي كم إذا وحيها يقرؤون كواخريو في المصحف الكتاب كأيك أخري يجرين ويكرهون وحينا نعجرين أن يخرج يوم مالين إني تكتو ولم ينظروا أيغوانا إيغن في المصحف المصحف كأنا إيغن سلا سانا في عن يعني مالين إنه أفر لو تسع أيكو صار دافتو أذون القرآن كي كلافورين وحفي عن ما وقفك مسلم كأنه أفر لو تسع قدود مر القرآن كلافورو أخريو أيال الرباء وقرآن كي وصاحب لن قضب على الرباء صحابة مركو يكره سنجرين إن هل مالين لن أي تكتو أيغو من مصحف كلافورين وآنا إيغن ويان وروى ابن أبي داود ابن أبي داود بوحو وريي يعني وحو ورينيا القراءة أقرنتي في المصحف اللقاء أخريو أي وحو كوريي عن كثيرين من السلفي إن بدنوا السلف الصالح كمذا أي كسو وريي علماتي إن بدنوا كمذا سلف كيني أي كسو وريي ولم أرى فيه خلافا خلافنا نحديثك ما أنا نعرف ولو قيل هدين لي رهدب ويري يعني واسكف فرضي بالي وحو تقديرنا وحو قدري هدين لي رهدب إنه يختلف باختلاف الأشخاص أرنكم بحسو خلاف سيهي يختلف إسخلافيا باختلاف الأشخاص سيد أشخاص تددك أكل دويهين أي أرن كان أكل دورانيا وواسدي ونوفصيريا وحوليا فيختار حال دورانيا القراءة في المصحف وحال دورتا القراءة أقرنتي في المصحف مصحف كدحني سلقاء أخريو يا وحال دورا لمن قف استواء أجيهي أو سمنيهي خشوعه خشوع عيسى القرآن كمركو أخرنا كو خشوعي وتدبره في رديس يكفكر كيس القرآن كوكفكري في حالة القراءة وقت القرآن كأخرنا حالة القرآن كأخرنا يو القرآن كأخرنا يو حالة القرآن كأخرنا من المصحف أو كأخرنا إيه وعن ظهر القلب يعني وفي حالة يقرأ القرآن عن ظهر القلب حالد او كرك اخرنا قلبي يسع سوى حديثنا وكأك اخرنا قفك او سمنتهي يعني وحا الله دور تابو ليهي يعني ان او مصحفك كأخريو ايال ربا قفك هدو خشوع اسمك القرآن كأخرنا مصحفك هدو خشوعي اي هدو كرك اخريو اي او خشوعي ياهي وحا الله دور تا القراءة في المصحف ان او مصحفك كأخريو دي اسكم التايوية ويختار وحا الله دورني هدنا القراءة عن ظهر القلب كر القرآن كلاقى أخريو قلبي لأك أخري سيد أدون قرآن كفيرين لمن قفب الله دورتا يكمل أو كامل يهي بذلك أرنتاسي أو كو كامل يهي خشوعه وتدبره خشوعي سيئي في الفيرين سيد قرآن كو فكري ولما ويزيد خشوعه خشوعي سوسي زيادة وتدبره تدبر كيسا لو قرأ هدو أخرين لها من المصحف مصحف كو كأخرين لها يعني هدي سيدا لي رهدبه لو قيل ذي فروي لو ذا جوارت ذا الكاري لعي ساوي لكان هذا قولا حسنا لكان هذا وركاس وحوهان لها قولا هذا الحسن ونكسن أي نقل لها وي قف بس ما لو دورتا وي قفك يعني اي سمنتهي خشوعي سي اي تدبر كيسي حال القراءة في المصحف اي عن ظهر القلب لقى أخرياه إن مصحفك كأخريه اي الله فضلا لو دورتا قفك عن ظهر القلبنا يعني وحا لو دورتها انو كاخريو قفك اي ودمايسترنت خشوع سي ايو يعني كامل اي تهي اي تدبر كيسي ولبا او سي زيادي كرو تدبر كيسي هذا مصحف كسي اخرين لها يعني ايدنا ولا دورتها بوري سدا هدي دي لاين لكان هذا قولا حسنا والظاهر وير لكن سدا الظاهر كاهي موقته وحوي ان كلام السلفي سلف هذا الكود وحا اي وفعلهم فعل كودي فعل كودي إسمينيين يعني كلام كي سلف كي فعل كودي وحطو سيا إنه يا محمول من ذو حمبارو على هذا التفسير تفسير كأن صوشي إنه كلا ساردا يعني ما قرآن كي مصحف لقى أخريا فضل بذن مسئين كر لقى أخريا فضل بذن لبضاسي شيخ وحو مركه رجزمي إن
قرآن كتاب كلاقى أخري إني فضل بدنتهاي لكن وحوليها كلام كي سلف الصالح وابن أبي داود كسر جوريه وحو تصين إياه أرنتها إن تفسير كالوحن باره وقف البابا وحي أخو شيع بدن للراعيه سداسو كلاقولي فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها عنوان غير ما شاء قرر فصل وحقوا فصل يقول في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين سنة لماذي إن جماعة كوح وذجرته أي قرآن كي أخريان إن سنتها أي فصل كأوليك كو وحقا لا أوليك وفضل القارئين كو قرآن كأخرين من الجماعة جماعة ذاس كاملة فضل إليهن إيه وسامعين كو الدقيسان يؤيق وحبا أخرين فضل إليهن باب فصل كان وعقد فصل كان وعقد وحقا لا فصل كان أو كل مني وبيان فضيلة من ذات فضل إليهن جماعهم كل مي جماعة ذاس كوح ذاس كل مي عليها قراءة كل مية وحرضهم وليب كتر ترسيه كبوريه وندبهم إليها أمون يريري وركالي ماذا قرآن كان وضع أخرية يري كان فضل إليه هيلا فصل كان أيو عقده ويهن لكن صدح شيء أيو فصل كان ككوبانيا كو إن دد ولجراء قرآن كي وضع أخرين نيان سنة نماذا يدي ومتك كوباد ويهن كان لباد وحوي دد كاس قارئين تاء أو قرآن كأخرين نيان إي عدة دقيسنة يسوء عن الأخرين فضلك إليه مدى صدحات وحوهيه عدي انت أكا عضي دتك صاؤه ورسي كتر ترسيسي إن القرآن كان أخريان ومارتي تريه عن أبي يرتوي كان ييري يوسم بحك أخرين إساقه فضلك أوليه هيرا وصنك مشان كشيق يومي وحوه الإمام النووي رحمه الله اعلم أبو قفيه مسلم كأه أن قراءة الجماعة جماعتي وذجرتي أخرنتي إذا قرآن كأي أخريان مجتمعين أيها أو كل سن مستحبة إني تهي مثل سنة إيوه إني تهي أقو بالدلائل الدليل لنا نقص سنة إيوه دلائل كاسو الظاهرة موقته الدليل الظاهرة لا الدليل ظاهرة أي لا ذهي وي إيه وأفعال السلفي يعني محال نقص سنة الدليل ظاهرة الدليل الظاهرة إيه وأقوال السلفي سلفكي ندتك هرمري سلف الصالح هذا الأفعاش وذي فعل كوذي أي سمين جرين إيه والخلف علماء الدنبي أي أنا وحي فعل لذو ذي سمين جرين أفعاشي المتظاهرة إسحوجين أي سي سلف إيه خلف با يعني فعل كي كان عاي من إسحي ذا يأها أي أدري لبوير مركزوا حديث لكم بالله بي. فقد صح وحا عن صحي عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أنه حكى عن صحي صلوات الله وسلامه عليه وكسبنا ذي من رواية أبي هريرة أبي هريرة الرواية ديسي أولي حديث النبي أكوريي وأبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري أولي رضي الله عنهما لماذا ذبع الله كراد النقضي أنه قال النبي إنه يري صلوات الله وسلام عليه مع رسولك يري ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ما من قوم دب مجروا تتكاسو يذكرون الله تعالى الله أرسلني حصه ذكر إلهي الله كحصه ما بجيران دس لا سوكلاء هو إلهي حصه ياهي إلا هدي جيران حفت وحا هاري ريسه يعني ما أرته لنعوى البكمرته بهم تتكا قرآنك ذكر إلهي أخرنا يا ذكر قرآنك إلهي أهر ري ذكر قرآنك ويا إيه أذكارته نمبا يعني وحوهي حفت وحا هاري ريسه بهم أيها الملائكة ملائكة بهاري ريسه وغشيتهم وحاد دبوشو الرحمة النحريس باد دبوليسو ونزلت عليهم تشوذ وحكوسو دقيسو السكيرة حسلوني أيا كوسو دكتو وذكرهم الله اللانا ووشيقا ووفانا تتكاس ذكر إلهي قرآن كأخرنا يأيقو وذجراي في من عنده ملائكة أكتي سأهاتي أيا ووفانا وليه أركا أدوما ذيذي مارت القرآن كسيدي ذكر إلهي وحسيان أيا ملائكتي في الملأ الأعلى أي إلهي مارت كحس أكتو ذو كأماناويا ذكر بمعنى الأمانة لو جيداوي وقال الترمذي حديث كاس ترمذي وحوليه وحديث حسن صحيح حديث حسن طريق حسن كيمد أو صحيح حويا
سورة قصة واحد اللي حسن وصحيح معناها اللي جيدوين وحكى الله صلى صاري وأخرجه إمام مسلم حديث إمام مسلم في صحيح بقصة صاري ويا منك حديث وحديث صحيح ويا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة الله كره هذا النقض وحل قوريه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام أي كوري قال إنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم ضد مكل ما في بيت قري لحديكم مكل ما قري قاسوا من بيوت الله تعالى إله قريه سكمد أه كما كل من أيقوا يطلون أخرنا يوم كتاب الله ألا كتاب كيسي أخرنا يوم ويتدارسونه قرآن كي درس يعني كتاب كي درسين يوم أوسكو أخرنا يوم إسبر يوم بينهم لحظة إسبر يوم تدارسك ومدارسة لنا أيقا إسبر يوم إلا هدي جرته ضد قري إله قريه سكمد كو كل مي كتابك إلهي أخرنا يوم أيقي كتابك ألا إسبر يوم هذا جيران نزلت عليهم حدوشه دكسو دكتو أسكينة حسلوني ذي بكسو دكتو وغشيتهم وحا دبوشو الرحمة نحريستي الله دبوشو وحفتهم وحا هراي ريسو ودنع والبكمر تاهي الملائكة ملائكتي بهراي ريسو وذكرهم الله ألانا وكو الشيقايو وكو أمانا في من عنده مخلوق أكتي ساء هذي ملائكتي أي أكتو ذكو حصايو يرهد أركا أدوماني ذي مارت ذكر قائي خير كهيويا رواه مسلم إمام مسلم أيا في صحيح كسو ساري وأبو داود أبو داود في سننه كسو ساري بإسناد صحيح سنة صحيحة ونكسو ساري على شرط البخاري ومسلم مسلم البخاري بخاري مسلم شرط وشروط أي حديث كوكا ذنجرين أي مارت أبو داود كسو ساري سنة نوع سكراء. وعن معاوية رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان إلهي كراد النقضين أيا إسقنا وحال قوري إنو يري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا أيا خرج صوبحي على حلقة من أصحابه يعني حلقة كوباب وأصحابتي سكمدة أي صوبح كصوبحي النبي فقال مركز النبي وحويري يعني ضطف الدياء حلقة سمي هريرة يعني سأفرس كوباب سمي يوكلي أي كصوبحي يؤيني مركز فقال النبي وحويري ما يجلسكم والمحاينتي ذي فريسيي هل كان محايد الفريسيين أي رسول كويدي فقالوا وحيد أهلين جلسنا نذكر الله تعالى جلسنا وان فريسني نذكر الله تعالى الله سرية أنك حسينه الله أنك حسينه أيان هل كان فريسي حسك الله كجرنا ونحمده الله أن أمانينه لما شيء أن كو أمانينه كو مهدينينه هدانا أنوهنونية للإسلام إلى الإسلام إسلام كو أنوهنونية أنك حمدينينه الله أنك شكرينه ويا ومن أي ومن أو قال إسلامك علينا أن يدش النبي إسلامك أو كقال الله يستي أن يقول شكرنا إنه أو كم حدنا إنه أمانة إنه أيه هل كان فريسني فقال مركز النبي وحير عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل ملك الجبريل بأي من صلى الله عليه وسلم فأخبرني ملك الجبريل حو إيش هذي أن الله تعالى الله سري يباهي إنه فانيو بكم إذنك وإذنكم فانيو الملائكة ملائكتي إذن كوفاني وبهاتك حلوج هذا المفاخرة الله با إمارتي إذن كوفاني أرمي أدوم ذي ذي فيريا تاسو كلوا نعم وين فإذا وين وين مركز دد حقود لشدي حديث تاسو دن دد كلانسان أو قرآن أخرنا ومجتمعين أي قد لشدي وين رواه مسلم إمام مسلم بحديثك في سعيد الكوري والترمذي والنسائي ترمذي النسائي نسونك وذي كسو سارين وقال الترمذي حديث حسن حديث كسو حديث حسن أبو يروي لكن مر بعد إمام مسلم في سعيد كسو ساري طريقة سوى صحيح ويا ولا حديث أحاديثي في هذا فصل كان إحدي سأحاطي أو أه إن دد وذا جراه أي قرآن كوذا أخريان كثيرة ويترب ذنتهي يعني هذا أبو ذنتهي لكن أنت أنا كيقاب صدي ويا وروى الدارمي الإمام الدارمي أي وحو وريي بإسنادي سنة كيسب وكوريي وعبد الله بن عبد الرحمن ويان عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وكوريي قال عبد الله بن عباس نويري أثرتي بمركب وحبذا نوغا شيقي يا ويان مدام أحاديث أو نوغا شيقي أثركي أو تمارتي سلف كي لقسوا قوريين وحبون نوغا شيقي وحوذ عبد الله بن عباس من استمع قفكي دقيستو إلى آية آية ومن كتاب الله تعالى إلهي كتاب كيس كمله كانت له وحيو أحانا إساء أحد كي آيات دا أود نور النور بأو نقرن إساء مالك قيامها
quraanka aayad quraanka aayad kamida haduu qofku dhageysto la akhrinayaahi qiyaamaha nuur bay u noqonaysaa ayuu leeyahay hadii atharkaas oo ibn cabbaas yacni waxaa la yidhaahdaa imaam daarimi baa fii soo saaray fii musnadihi laakiin sanadkiisa dacfi waa ku sugan baa la yidhahda warawa bna abi daawuuda ibn abi daawuud baa wuxuu wariyey isagana anna aba dardaa saxaabiga abu dardaa la yidhaahdo ayaa radia allahu canhu ilaahay ka raadi noqdee kaana wuxuu ahaa yadrusu lqur'aana qur'aanka mid daraaseeyo oo akhriyo maca nafarin jamaaca ayuu la akhrin jiray koox buu la akhrin jiray nafarka waxaa la yidhaahdaa wa min thalaathatin ilaa casharaa la yidhahdaa saddex qof wixii ka bilowdo ilaa toban qof loo gaaro ayaa nafar loo isticmaalaa weeye yaqra'uuna jamiica dhammaantood akhrinaya koox qur'aanka wada akhrinaysay buu wax kala akhrin jiray abu dardaana oo qur'aanka la daraaseyn jiray weeyaan koox qur'aanka akhrin jirtay ayuu la daraaseyn jiray qur'aanka la akhriyi jiray weeyaan warawa bna abi daawuuda ibn abi daawuud haddana wuxuu wariyey fadla diraasati daraasadii oo qur'aanka la daraaseeyo oo la akhriyo la isbaraahi fadliga ay leedahay mujtamiciina ayagoo dadkii kulansan buu wariyey yuu ka wariyey can jamaacaatin kooxo oo jamaacaad oo ayuu ka wariyo min afaadili salafi waalkhalafi salaf saalix yacnii dadkoodii fadliga badnaa koox ka mida ayuu ka wariyey waalkhalafi khalaf dadkoodii fadliga badnaa oo fadliga lahaa ayuu ka wariyey iyo wa qudaati almutaqadimiina dadkii horreeyey qudaadoodii qaaliyaashoodii ayuu ka wariyey weeyaan qudaadii dadkii imaamu nawowi ka horreeyey buu ujeedaa ayuu ka soo wariyey dadkii hore ama ibni abi daawuud ka horreeyey ayuu ka soo guuriyey dadkii baa marka wax ka tilmaamaya wacan xasaan ibni caطiyata waalowsaaciyi wacan xasaan ibni caطiya ninka xasaan ibni caطiya la yidhaahdo saxaab yacni ninka xasaan ibni caطiya la yidhaahdaa waa taabici wey kunyadiisana waxaa la yidhahdaa abuubakar almuxaaribi nisbadiisana muxaaribi baa la yidhahdaa waxaa loo yaqaana xasaan ibni caطiya yacni 130 hijirada nebiga markay ahayd ayuu geeriyoodo dhintay weeye sheekhaas iyo walowsaaciyi alimaamu alowsaaci waad garanaysaan yacni imaam caana buu ahaa isagana kunyadiisa abuu camar baa la yidhaahdaa cabdiraxmaan ibna camrin ibnu muxmed ayaa loo yaqaanaa waa sheekhulislaama la yidhaahdaa wa caalimu ahli shaam shaam dadkoodii waqtigii zamankiisii ayuu caalimkoodii ahaa waa nin faqiiha oo muxadita oo taabiciya ayuu ahaa ayaa la yidhaahdaa wuxuuna dhintay yacni 170 hijirada nebiga markay ahayd ayuu geeriyooday waa owsaaci weeyaan annahumaa labadoodii yacni waxaa laga wariyay xasaan ibni caطiya iyo owsaaci weeye waxaa laga wariyey qaala inay yidhaahdeen awalu man axdaha adiraasata fii masjidi dimashqa hishaam ibni ismaaciil fii qadmatihi calaa cabdilmalik ibni marwaan awalu man qofkan ugu horreeyey axdaha soo darrisiyo keenay addiraasata daraasayntii in yacni culuumta qur'aanka lagu daraasiyo lagu akhriyo fii masjidi dimashqa yacni magaalada dimashqa la yidhaahdo masaajidkeedii yacni dhexdiisa in lagu daraaseeyey ninkii ugu horreeyo bilaabay wuxuu ahaa hishaam ibni ismaaciil ninka hishaam ibni ismaaciil la yidhaahdo yacni hishaam ibni ismaaciil ibni hishaam ibni alwaliid ibni almughiira baa la yidhahda almakhzuumi wuxuu ahaa waali lmadiina madiina ayuu waaligeedii ahaa walaayadii maaragtay cabdilmalik ibni marwaan markuu maaragtay khaliifada ahaa ayuu madiina wuxuu ka ahaa waalibuu ka ahaayo ninkii madaxda ka ahaa gobolkaa haystay ayuu ahaa weeyaan ninkaasaa ugu horreeyeyo dadka iskugu keenayo meeshaa ku akhriyey yacni masaajidka weli waxaa la yidhahdaa isagoo subaxii ku jiro qiraa'ada wax ka akhrinayo ayay geerida u timid bay dhahaan culamada saas ayaa sheegaa weyan weliba wuxuu leeyahay goormuu bilaabay fii qadmatihi yacni imaatankiisii iyo gelitaankiisii calaa cabdilmalik ibni marwaan markuu u imaanayey ayuu waqtigaa dimashqa ku bilaabay weeyaan imaatankiisii markuu yimid ayuu dimashqa masaajidkii ku yaalay buu diraasada ninka ugu horreeya bilaabay kaasuu ahaa buu leeyahay wa amaa marwa bna abi daawuuda wixii ibni abi daawuud oo wariyey can adaxaak ibni cabdiraxmaan ibnu carzab ninkaa la yidhaahda adaxaak ibni cabdiraxmaan ibnu carzabin ninkaasi wixii uu ka wariyey oo ah annahu ankara hadihi diraasa annahu daxaak ibni cabdiraxmaan yacni ankara inuu diiday oo inkiray haadihi diraasa
masaajidka in qur'aankii lagu akhriyo lagu daraasayo iyadoo la wada fadhiyaay oo waqaala uu yiri maa ra'aytum ma aanan arag walaa samictum mana aanan maqal waqad adraktu waxaan soo gaaray oon haleeloon imid zamankoodii asxaaba rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam saxaabadii nebigana waa soo gaaray ayagoo inta isugu yimaadeen masaajidkii qur'aanku daraasaynayo mana arkin mana aanan maqal buu yidhi hadalkaas yacni wuxuu ujeedaa ibn abi daawuud ayaa fasiraya weyaan yacni wuxuu yidhi wuxuu ujeedaa maa ra'aytu ma aanan arag maa ra'aytu ma arag axadan qof oo facalahaa arrintan sameeyey ma arag hadalkaas yacni waxa uu leeyahay buu yidhi ibn abi daawuud uu yidhi yuu rabaa hadalkan aharkaa dambe inuu ku buriyo buu rabaa maaragtay oo kaga hortago buu rabaa marka ninkan la yidhaahdo ibn abi daawuud aharka uu daxaak ibn cabdiraxmaan ka wariyey macnaa daxaak isagana magaciisaa la yidhaahdaa laakiin kunyadiisa abu cabdiraxmaan alashcari baa la yidhahdaa yacni kunyadiisana iyo nisbadiisana alashcari baa loo yaqaanaa wuxuuna ahaa 150 hijirada nebiga markay ahayd ayuu dhintay dadka taabiciintaanu ka mid ahaa oo fiqaada ah ayuu ahaa yacni magaalada dimashqa la yidhaahdana laba jeer buuba madax ka noqday oo loo magacaabo mas-uul ka ahaa weeyaan marka hadalkaasi wuxuu u jeedaa buu yidhi maa ra'aytu axadan facalahaa cid samaysay ma aanan arag buu yidhi wacan ibnu wahbin cabdullaahi ibnu wahbin hore usoo marnay tarjamadiisa qaala wuxuu yidhi qultu limaalikin maalik ibna anas baa waxaan ku idhi ara'ayta ay akhbirnii ii waran alqowma dadka iiga waran imaam maaligow cabdullaahi ibnu wahb baa weydiinaayo imaam maalik buu weydiinaya ara'ayta iiga waran bimacnaa akhbirnii wey ii waran alqowma dadkii yajtamicuuna kulmayo fayaqra'uuna akhrinayo jamiican ayagoo dhan qira'adii wada akhrinayo ayagoo akhrinayo suuratan waaxidatan hal suurada isla akhrinayaan xataa yakhtimuuha ilaa suuradda ay ka dhammeeyaan akhrinayo bal iiga waran buu fa ankara daalika imaam maalik wuu inkiray arrintaa wuu nacay wacaabahu dadkaana wuu ceebeeyey in hal suurad hal sawd lagu wada akhriyo wuu nacay wuuna inkiray weeyaan wa qaala markaasuu maalikna wuxuu yidhi yacnii wuxuu ku raacay daxaak ibnu cabdiraxmaan oo ku raacaya wuxuu yidhi yacnii imaam maalik baa wuxuu yidhi laysa haakadaa kaana yasnacu nnaasu laysa ma ahaanin haakadaa sida ay kuwan samaynayaan yasnacu nnaasu dadka kuwa sameeya ma aynan ahayn ma aynan samayn jirin dadkii aan soo gaaray salafkeenni ma samayn jirin buu yidhi innamaa kaana maxay samayn jireen marka salafkii innamaa kaana wuxuu ahaa yaqra'u rajulu qofku mid akhriyo cala alaakhari qofka kale ayuu ku dul akhrin jiray yacniinu isagoo u bandhigayo yacni qofba qofka kale ayuu ku akhrin jiray wuxuu dhihi jiray qur-aanka iga dhegayso markaasuu ku dul akhrin jiray laakiin ayagoo wada jiray intay wada fadhiistaan hal suurad isla dareeriyaan ilaa ay dhammaystiraan waxaan dadkii hore ka soo gaaray salafkii aan ka soo gaaray ma ahan buu leeyahy imaam nawawi marka wuxuu leeyahay fa haada alinkaaru inkiriddan oo daxaak ibni cabdiraxmaan iyo maalik ibni anas laga soo guuriyey hadalkaasi minhumaa labadaa sheekh laga soo raray mukhaalifan wuxuu khilaafsan yahay limaa calayhi salafu culummadii salafka ahaa salafu saalix wixii ay ku sugnaayeen iyo walkhalafu culummadii ka dambaysay ee culummadii dambe wixii ay ku sugnaayeen ayuu khilaafsan yahay yacni inkiraadan ay inkireen ba ay khilaafsan weyn walimaa shayna waa khilaafsan yahay yaqtadiihi daliilu daliilka uu keenayo wixii daliilka uu la yimidna arrinkan inkiraadooda way khilaafsan tahay buu leeyay fa huwa marka hadalkan inkiraada ihi oo labadaa sheekh ay inkireen matruukun mid laga taga weeye la qaadan maayo waa la iska daynaya walictimaadu maxaa haddii la tuuro maxaa la qabsanaya walictimaadu cuskashadu waxay tahay oo la qabsanayo calaa maa taqadama wixii soo hormarayo min istixbaabihaa qiraa'adii wada jir ayagoo wada jira in la akhriyo ayaa sunannimadeedii noo soo hormartay waa noo soo hormartay buu leeyay wax meelo badan ma uga soo hadalnay axaadiistii hadda uu soo tirinayay baa ka mid ahaa oo ah inay dad qoom kulmaa ma jiro oo kitaabka ilaahay wada akhrinaya iyagoo mujtamiciina oo guri ku kulmay axaadiistaasi wax lamida baa tilmaamaya laakiin wuxuu yidhi laakiinse lilqiraa'ati qiraa'adii oo fii xaali alijtimaaci marka la wada jiro oo jamaaca ay wada akhrinayaan waxay leedahay shuruudun shuruud baa u sugnaatay shuruudun qadamnaaha aan hormarinay hore aan usoo sheegnay weeyaan yanbagii waxaa habboon an yuctanaa bihaa in laga murugoodo oo la ilaaliyo shuruuddaasi
لقول الدلاله أيها حبون بولي وشروط وام حي يعني وحي أصوى شيقني إن أنا ضحك لقول سمين أوقفك أيسن دتك أيسن مركي قراءة الأخرين يقصر أسن إيمان إن أسن إيمان لقد يقيل يبوق إن لقول سمين قراءة دي إن ما ركت وحك مشغولية أو نظرك يحلم إذا إخير لي أدرسك إن حالك سومرني يحلم لمدك إن أسن الله إيمان وحكى الله إذا إن هذا ضد ناشا المصلين تكون ينا هذا قراءة لكم مشغولين إن هذا الذي يكون مشغولين بل وحاصرهم بل من أهوين والله أعلم مرك شروط إلا إلالي أباهن تايبولي وأما فضيلة من قف فضله يجمعهم كل مية عنوان كي قيت قدام بيسوية ذاتك كل مية على القراءة كل مية وذاتك أسوس أروري فضله إليهين ففيها نصوص كثيرة نصوص تربضا أيا نحن هذا كسو جنبوين كقوله صلى الله عليه وسلم نبي أن هذا الكيسي وأنس بن مالك نؤكور يويري الدال على الخير كفاعله الدال على الخير خير قفك يعني أحد قف خير تصاهي وحو لم يديه كفاعله مت سميه أوكلا قف الخير ويرت أضو سميه أوكلا لم يتخيرك يعني وحبات أمرت قفك خير بعض ويرتي خير كي مو سميه أذي أنا خير كي سميه ما أعلن سمينين أجرك كان لو قري أوكلا أذي أنا لقو قري يابولي حديث كاس لكن رواية إمام مسلم باورين أيه لفظ إمام مسلم وحوها من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواية إمام مسلم لفظ سدى سواه قفك من دل على خير قفك قف خير تصاهي قفك الوح ونكسن تصاهي فله حوليه مثل أجر فاعله كان سميه أجر كيسي أوكلا أيه يلنا يا بوليه وحكى له كم من قوله صلى الله عليه وسلم نبي هذا الكيسي كم إذا أو كوريي سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صحابي أورني أو يري لأن يهدي الله بك رجلا رجلا خير لك من حمر النعم لأن يهدي الله الله إنه كهنونيه بك أي بسببك أديك سببت هذا وكهنونيه رجلا قف وكهنوني رجل كهذا من باب التغليب على هذا ورسك غليب ياي نن أي حوين كو دونون قنون قف بلوجي هذا قف وكهنونيه إنه إلهي سببت هذا قف كسوه هنوني وخير كي يديك هي سنة أو كتصاهي يا خير وناك بذن لك عديك كو وناك بذن معيك أقو وناك بذن تاي من حمر النعم يعني حولها يعني كو وذك قدوذا أي إمارتك هذا خير بذن تاي ولو جيدو يعني قيلة أي عربت وقت قادو جعلاي مارك قيلاس لقسيه تنك هذا خير بذن ويا قيل إنا هشو هل قف إلهي سببت هذا كهنونيه بك هذا خير بذن حديث كاس أبو حويا يعني إسقنا بخاري مسلم بو أي صوصارين وأن حديث علي بن أبي طالب ونبي كيري صلوات الله وسلام عليه غزوة خيبر مركي وكجري وهذا كيري ويا والأحاديث فيه أحاديث تباب كان فصل كان لحدي سكوس غني كثيرة ويفر بذن تاي وقد قال الله عز وجل الله حويري وتعاونوا على البر والتقوى تصاب كم يدهو لأن قفك مركات تدن تلو سوية لقرآنك أخرية لخير آتستي وحوية وتعاون على البر والتقوى وناد يسمى فلع دفق ويرتوي وتعاون سكوك المية على البر وناجي خير كي سمى فلكي إيه والتقوى على كعبسك سكوك المية أدي لذا أسنوا كم يدوي ولا شك وحان شك كجر في عدم أجر الساعي قفك أسعي أشقي في ذلك أرنت أشقي خيرك كشقي دتك ويرا أجر كيسا وين كيسا وحشكي وكجر لما أركوي إلهي أكتس أجر وين وكلية شكك مجروي فصل في الإدارة في الإدارة بالقرآن وحوف سليهي قرآنك أو لو وريجيه يعني سيدة صبع الله قال قاتوك لو وريجيه أي فصل كان وعقد مصنف كوين إدارة ووريجي كان أخرنا يو كاكلا أخرنا يو كان أخرنا يو سيدة صوك لوين وهي قراءة ذي إمام النووي أرني رحمه الله تعالى وحويا أن يجتمع جماعة كوح إن يكلمان جماعة يكلانتو مركا يقرأ بعضهم قاركود أو أخريو عشرا يعني عشر أو أخريو طبعا ميلود ميل أوكل أو أخريو أو جزءا أما جزء أو أخريي أو غير ذلك أو أخرنية أما لبدا اسم الله نحين أيو أخرنية يعني دور مقرب أخرية صورة أخرية وحسب ما سوق لك أي أخرية ويان ثم مركو أخرية دبذيت يسكتوا آمسيا ويقرأوا الآخر كي كلام أخرنا من حيث ماشي بكب لابيا انتهى الأول كي قرأوا كسمي
ماشي هرو كي هرو كجوجي قراءة أيو كان كبد لابيا تي كحلتو كبد لابيا ثم يقرأ الآخر مركا كبعد إلى هذا أصلا ماشي مركو رمي متكلا آخر مي يعني سدا آية آية لو قاطع أما سورة سورة لو قاطع أما حزب حزب لو آخر هذا وحلو شيء أي لو جي ذاوية أرين تاس قراءة نوع عاسي إدارة ونوع عاسي وهذا جائز حسن ومد بنان أو ونكسن أيوليه إمام النووي رحمه الله تعالى سلا سعرف يعني قف كان إنه عبار أخريه لقد جيسته محايل لتدبر في القرآن كان وكجرا فير فير ذي بكجرته استماع القرآن كل جيسته بكجره وحيال بدن بكسو جنويا مركو جائز وحسن كان لقد جيسته كان لقد جيسته ساسو كلا الله أخريه لكن أنا جسلا أي دت كان يسوع عشيلان وكلا ومركو سورة دي مركو آية بلابل انت اللي قد دفل لله ورناي وحوياً آثار تسكمد ما قف كينو لما يستو أو لما يستو كان كرانا ماشو كل ما يؤكم بلابه سدا سويناك سوي سلف كين سدا سيقين نوي وقد سئل مالك رضي الله عنه إمام مالك فالويدية رحمه رضي الله عنه إلهي كراد النقضي عن ذلك إدارة أو ورجنت عن سدا قف بأنه مر أخريه ولا قد يستاهي أيا لويدية حكم كذا لويدية فقال مركز إمام مالك حويري لا بأس به أرنت سوح نبأه ما إله أبو أرنا يوي فصل في رفع الصوت بالقراءة رفع الصوت صوت كأولو كريالو بالقراءة قراءة لو كريالو أي أفسلي هاي لو كر لو قاضو يعني قرآن كأخرين تيسينا كر أقادويا إمام النووي رحمه الله تعالى وحولي هاي هذا فصل مهم وفصل فصل آد مهم وهو يعني قيمه سؤو بديه ينبغي أي هبونته أن يعتنى به إن لا إلالي يقول لقد ذاله لقمر قوضه أدئ أبونته اعلم أبوه أنه أن الأمر وشأنه أرنكبا جاءت إن يتمد أحاديث أحاديث إن يتمد كثيرة فربدا في الصحيح يعني أحاديث كتبت صحيحة نحن إذا كتمد إيه وغيره يعني غير كيف كتمد ويا أحاديث تاسو دالة تصيصه على استحباب رفع الصوت صوت نوق كر قادستي سل قادا بالقراءة القراءة أخرمتي نوق كر لو قادا سنة من إذا تصين أيوه حديث تاسع تمد وجاءت وحكلات تمد آثار آثار أصلف كل جوري آثار تاسو دالة تصيص على استحباب الإخفاء يعني قرنتي إلا قرية سنة من إذا قراءة إلا قرية قراءة نخص وآخرسه إيه وخفض الصوتي نوق هوس لوديو وهوس لو أقرأ القرآن كي لبعض أسباء أثر إيه حديث تسي سبع كتمت إن نوق كر لو بقاد قراءة أذكر قادته إن أتخاص أمك تاهي لبعض بأدلة إليه ظهورية وسنذكر وانا شيء قدونا منها أحاديث تي أثر تاسي طرفا قيبا وكشي قدونا يسيرا أو سهلا أو فضط أيا كتل ما مدونا كشي قدونا إشارة أنه إشارة إلى أصلها أصل كذا إشارة إن شاء الله تعالى هدي إلهي سبحانه وتعالى نقول هذا إشارة ناوية قال أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء أبو حامد الغزالي يعني وحو يري وغيره من أحيانا من العلماء علماء إن كمده أهل صنها كمده أي وحي رهلين وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا أن الإصرار أبعد من الرياء أبعد من الرياء وحوليه وحب بلابي إنتي أوسن أحاديثتي إي آثارتي أوسن نوكينش إمام النووي بوحو نوسو هرمري هذا الإمام الغزالي علمك له سلا أي أحاديث تاس إلا أحاديثي آثار نوحي تلماميسا طبق إنكر لوق هذا مثكلا نوحي تلماميسا إن هو صلوان لغو مركا جمعنتي أحاديث تقاب كلو جمعني والله كل من لها بو نوسو هرمريه ويا مركب وحوير وطريق الجمع وضغ اللغوك المني بين الأخبار أحاديثتي والآثار علماء يعني آثارتي لقصة قورية المختلفة إسخلاف سنة في هذا إسخلاف سنة أرنك النعليسة أو جهره إخفه لجهرك أو عدك كرلوك هذه هوصلوا لقائه يعني أرنكاس طريقة اللغوك المنكره وحوي أن الإسرار سلطة أو الله سريسته هوصلوا لقائه أبعد مدفقا شبا ذنوي من الرياء استطس بكفكته قراءة ذنه هوس وآخر سطو استطس كوي كفكته ويا عمل كاق الرياء يسمع مقالي فهو إستقى أفضل فضل بذن في حق من قف حق حقي يخاف ذلك قف كالرياء كبقاي
qofka markuu kor u qaado oo soolkiisa qurxiyo yacni qalbigiisa riyaa uu geli karo, dadku ha ku ammaanaan inaad cod qurxan tahay oo kale ha lagu arko. Qofkii noocaas ka baqaayo waxaa u haboon u fadli badan inuu hoos u dhigo, maadaamaba naftiisa og yahay inuu shaydaan ku tusi karo riyaa iyo stutus uu keeni karo. Fain lam yakhfi riyaa, haddii uusan stutus ka baqaynin, naftiisa uusan uga baqaynin, oo qofkaasi qiraa'adiisi caadi ay tahay laakiin uusan stutus aysan naftiisi marna aysan ugu sheekaynaynin, faljahru koruqaadidii iyo warafcu sawti dhawaqo kor loo qaado yo afdalu isagana u fadli badan, sidaasuu ku jamciyo ku kulmiyo weyaan. Maxaa yeelay lianna alcamala fiihi, jahriga oo kor loo qaado dhawaqa kor loo qaadaay shaqada la qabanayo fiihi dhexdiisa ayaa afharu fara badan. Yacni qur'aankii kitaabkii baad ka akhrin, dhawaqii baad kor ugu qaadaysaa, dad baad maqashiini, acmaal fara badanna dhexdeeda ku sugan buu leeyahay. Walianna faa'idatahu, faa'idadiisa ku sugani waxa weeye qiraa'ada oo kor loo qaadaay tatacaddaa way tallaabaysaayo ilaa kayrihi, dad kale u tallaabi, dadkii ku dhagaysanayay oo ku maqlayay qiraa'adaadi way u tallaabaysaa. Laakiin ninka la jahraaba faa'iido badan sababta dad kale oo qiraa'adii maqashiinaya oo ku intifaacaya ku raaxaysanaya qur'aanka qiraa'adiisi wey. Markaasuu sheikhu wuxuu yidhi wannafcu lmutacaddii afdalu min allaazim, nafciga gudbo oo dad kale gaaro, waxtarka gudbo oo dad kale gaarahi yo afdalu fadli badan yuu ka fadli badan yahay min allaazimi, midka adiga kuu gaaban keliga, adiga keliya ku laasimayo oo aanan tallaabaynin, kan nafciga tallaabaya baa ka khayroon. Adiga marka sirba waxaadii ahaa cidna kule ma dhegaysana adoo kugu ekaa, laakiin kan waa gudbaya dad kale ku intifaacayo, marka waa kaa fadli badan yahay buu leeyay. Tan kale uu haddana ku darayo waxa weeye waliannahu yuuqidu, wuxuu baraarujinaya qiraa'ada oo kor loo qaadaayay, yuuqidu wuxuu baraarujinayaa hurdada ka kicinaya qalb alqaari, kii wax akhrinaya qalbigiisii waa baraarugayaayo mid baraarugsan buu noqonayaa weyaan. Wayajmacu, wuxuu kulminayaa hamahu yacni hamigiisi himadiisi buu kicinayaayo ila alfikri fiihi, qur'aanki inuu ku fakaro uu fiirfiiriyo, buu qiraa'adii kor loo qaadayana ay qofkii ku maaratay ay kulminaysaa buu leeyay. Wayasrifu, wuu jeedin samcahu maqalkiisana ilayhi yacni qur'aanki xaggiisii ama qofkii qaariga ahaaye akhrinayay qiraa'adii buu u jeedinayaa weeyaan. Marka sidaasuu ku faa'iido badan yahay jahriga kor loo qaada buu leeyay. Wayatrudu, wuu cayriyaa dhawaqa kor loo qaado annauma, hurdadiiba qofka ka cayriyaa, hurdadiibu ka qaadaa weeyaan. Wayasiidu, wuxuu u siyaadiyaa fi nashaati, firfircooni ayuu u kordhinaya marka qiraa'ada kor u qaada iyo marka hoos u dhigayso. Marka hoos u dhigaysana hurdaa dhici karto, laakiin qiraa'adii markaa akhrinayso hurdadiiba kaa qaadi ay kaa fogeynaysaa, firfircoonina way ku gelinaysaa buu leeyay. Wayuuqidu, wuxuuna baraarujin karaa haddana hayrahu, qof kale oo min naa'imin, mid hurdayo oo agtaada joogay, ow khaafirin ama mid iska maqnaayo adduunyo kale ka fakaray, ayuu baraarujinaya markaasuu qiraa'adii dhagaysanayaa buu leeyay. Wayunashituhu, wuuna firfircooni buu gelinayaa dadkaas kale, ayuu firfircooni gelinayaa. Qaaluu, marka waxay yidhaahdeen culummadii, famahmaa hadalka waxaa wato weli maarata Ghazali hadalkiisii ixyaa culumadiinka uu ku soo guuriyey weeyaan. Famahmaa xadarahu, mar kasta uu xaadir noqdo shay-un shay oo min haadihi niyaati, niyooyinkan war wanaagsan inuu faa'iidadii ummad kale wax taro, inuu dadkii baraarujiyo, inuu isagu maaragtay yacni fikirkiisa uu ku fakar qur'aanka, wixii hadda aan soo tirinaynay shay ka mid ihi, yacni mar kasta uu xaadir noqdaahi, faljahru afdalu, in qur'aanka kor loo qaado ayaa fadli badan. Fa in ijtamacat haadihi niyaatu, niyadaas oo hadda tirada badan oo dhan hadday kulantana oo qofkii qaariga ay ku kulantahay, tadaacafa alajru, ajirkiisii ayaa maarata laablaabmaya weeyaan. qaala alghasaaliyu, imaamu alghasaali wuxuu yidhi walihaada, sidaa darteed ban qulnaa, waxaanu nidhi alqiraa'atu, akhrintii fi lmusxafi, kitaabka qur'aanka musxafka laga akhriyaa ayaa afdalu fadli badan, sidaasaan u nidhi buu yidhi. Fa haadaa, midkani xukmu lmas'alati, mas'alada xukumkeedii weeye. nusuustana markaa ka bacdi buu keeni doonaa hadalka imaamu lghasaalina, halka ayuu ku egyahay ixyaa culumadiinkana uu ku soo guuriyey weeyaan. hada wbillahi tawfiiq, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin.